وأحد أهم أعمدة الإصلاح في تونس وفي العالم العربي والإسلامي خلال القرن التاسع عشر، وقد اتخذه البعض قدوة ومثالا ومرجعية مسندين إليه لقب أبو النهضة التونسية، هو خير الدين باشا. ولد خير الدين باشا المعروف بخير الدين التونسي عام 1820 في قرية بجبال القوقاز لأسرة تنتمي إلى قبيلة أباض الجركسية. أسر في مرحلة مبكرة من طفولته بعد مقتل والده في معركة عثمانية ضد الروس، ليباع في سوق الرقيق في اسطنبول، حيث اشتراه تحسين بيك إلى حين بلوغه سن 17 ليشتريه مبعوث المشير أحمد الأول الذي جلبه معه إلى تونس ليعزز صفوف المماليك الموجودين في سرايا المشير. انكب بمفرده على الدراسة، فأتقن التركية والعربية والفرنسية، وتلقى العلوم الشرعية واللغوية من علماء معهد الزيتونة في تونس. التحق بالجيش التونسي ورقي إلى رتبة فريق، وعين وزيراً للحربية عام 1857. أيد وثيقة عهد الأمان التي صدرت عام 1857 وأقرت تساوي التونسيين في الحقوق، وتولى رئاسة المجلس الأكبر عام 1861، والذي أخرج أول دستور في تونس وفي العالم العربي والإسلامي. إلا أن استشراء الفساد في أوساط المسؤولين كان أحد العراقيل التي اعترضت خطته، فاعتزل العمل الرسمي عام 1862 وانعكف لسنوات على قراءة كتب السياسة والفكر. في الوقت ذاته بدأت تونس تغرق في الديون وكانت على وشك الانهيار، لذا عاد خير الدين إلى العمل السياسي عام 1871 وأصبح رئيس لجنة مراقبة المالية، وبعد عامين عين رئيساً لوزراء تونس. وخلال توليه هذا المنصب أصلح نظام الضرائب وعمل على تطوير التعليم والتشجيع على زراعة الزيتون والنخيل، إلى جانب تحسين ميناء حلق الوادي وإنشاء مصنع بخاري للسفن وتعزيز شبكة الطرق للربط بين مختلف مناطق تونس. رغم ما قدمه لتونس لإنقاذها من الإفلاس، كانت تحاك له الدسائس من قبل الوزيرين مصطفى خزندار ومصطفى إسماعيل ليقوم محمد الصادق باي بعزله، ويغادر إلى تركيا ليتوفى فيها عام 1890.